واهلا فيكم زبائننا وشركائنا بالنجاح. اليوم احنا موجودين بشركة اتحاد الهلال للسحب الخامس على بطاقة مدفوعة التكاليف لمونديال قطر 2022. رح نتعرف على الفائز الخامس معنا بالسحب. معنا اللجنة المشرفة على السحب السيد يزن كنعان المستشار القانوني، السيد عمار كمحية مدير الموارد البشرية، والسيد عماد كمحية المدير المالي. يلا نبلش بالسحب. خلينا نشوف مين سعيد أو سعيدة الحظ. ألف مبروك للفائز الخامس إبراهيم أحمد إبراهيم بحيث. نتمنى لك رحلة موفقة ومشاهدة ممتعة بمونديال قطر 2022. سيد عمار كمحية مدير الموارد البشرية بحب يوجه لكم رسالة. احنا اليوم مبسوطين بتواجدنا معاكم واعلننا الفائز الخامس، وان شاء الله مستمرين معاكم لنهاية الحملة. كل المطلوب منك فقط انك لما تشتري المنتج تتأكد انه موجود عليه اسم الحملة، تبعته برسالة نصية لجوال رقم 0594777000، وما تنسى يكون اسمك الرباعي موجود، رقم هويتك والكود الموجود على المغلف.